اليوم تلفزيون رؤية سوينا زيارة حتى يتفرجوا على المصنع وعلى الطرق التي نصنع فيها منتجاتنا، فأهلا وسهلا بهم. وهسه احنا نبدي نفوت بأول قاعة والقاعة الثانية والثالثة والرابعة، ونحن نكون معاكم على كل قاعة نشرح عليها الأشياء اللي تحتاجوها. بلوكات البيف تنشال الكرتوني عنها، تنشال الكيس الداخلي تبعها، يطلع بعدين مباشرة على فرم خشن، مفرم خشنة، بعدين في ميكسر خلاط تنضاف المواد الأولية الثانية زي البهارات زي الملح على البيف على اللحمة، بصير لها ميكسين كامل حتى نعمل لها التجنيس هوموجنايزيشن عشان نتأكد أنها توزعت النكهة كاملة على كل الأجزاء تبعت الخلطة. الخلط اللي هون شايفينه بيقدر يعمل كل 5 دقائق طن. هون نشوف هلا تصنيع التشيكن ناجت من جوا، التشيكن ناجت قبل البقسمات، يعني كيف بتصير، شو الأصل تبعها من جوا. تفضلوا. هون فعليا تشيكن بريست هو المين انجريدينت للتشيكن ناجت. هون فرمناه فرم ناعم عشان بس نسويه على شكل الناجت. هون الميكسر عشان نضمن حراره التشيكن ما ترتفع حرارته، دائما بندخل له غاز نيتروجين عشان تكيب التمبرتشر دائما ضمن الليمت المطلوب، لانه مع التحريك مع الميكسينج الحراره بترتفع. بوريكم هون سامبل. خليه هاي الميكس خلص هيك. هلا هون الميكس هذا جاهز للتشكيل على شكل ناجتس، يعني هو صدر الدجاج خلطناه مع المواد الاوليه كامله مع الملح مع البهارات اللي بدنا اياها، حنوديها هلا قسم ثاني حتى نسويها على شكل تشيكن ناجت. اي ديفكت فيجوال ديفكت هون بنشال. ففي هون شخص مدرب بعرف شو بيعمل، اي شيء في مشكله في حبه زياده منسقين ببعض مش مغطي بكودينج صح بشيلها مباشره. وهاي الماكينه بتعطينا اوزان ثابته لكل كيس، اللي هي ماكينه عباره عن ماكينه بتوزن اكياس، كل كيس بكيس هو بيطلع نفس الوزن. المنطقه هاي بس تغليف باكيتات، يعني عم تعمل هون الاكياس يسوونها مع الماكينه هذيك، بسوهم هون باكيت جوا باكيت كرتوني. بعد الفرم هذا ناعم بنوديها على الفلر، بنعبيها بعباية جوا كيسنج خاص، كيسنج زي رول تغليف خاص بس بيكون ادبل للانسان، يعني بتاكل مع الهوت دوغ، عباره عن سيلولوز كيسنج. تعالوا نشوفه هلا. العربايه نفسها تتجمع كامل عليها الهوت دوغ تبع الباتش نفسها، هاي بندخلها كلياتها على فرن طبخ. الفرن هو عباره عن شامبر جواها بعطي ستيم، الستيم بطبخ المنتج لغاية 74 مئوي، يعني وصلناه لدرجة السيفتي لأنه يتاكل مباشرة بدون ما نقليه مرة ثانية في البيت. هذا بجيكم كيف بدخلها. شوف روست بيف، روست تشيكن، سلايسات مغلف طبعا من فاكيوم حتكون هنا. هلا هون بسوي سلايسنج بعدين بكمل اللاين. في عندنا على الخط نفسه روبوت سيستم بشيل ستاك اوف سلايسز بوديها على التغليف،
سلايسينج وستاكينج، سلايسينج وستاكينج زي هيك. على التغليف بعد ما نسكرها ونسحبها من الهواء كاملة نعمل له هون ليبلينج. طلعوا كيف. نفس الشيء شكل بريست مع بهارات معينة طبعا بيطلع هون بتشكل على شكل اللي بدنا اياه على شكل باتي. هلا هون في كل ربع ساعة تشيك على الحرارة انه متأكد منها مطبوخة ولا لا. 74 مئة شايفين؟ 78 77 من جوا. هلا الطابخ حرارة الطابخ لغاية 70 بكون مطبوخ بس مور سيفتي بنزود ل 78. بعد ما يطلع من هون نفس العملية اللي تحت بيطلع بتأكد منه كيس كيس على الوزن. نفحص في كل شيء مايكرو كل شيء احياء دقيقه بالمنتجات ان كانت من الرو نمشي معها من الرو ماتيريال لتصير فينيش برودكت. وهيك بنكون خلصنا الزياره للمصنع كامل، شفنا خطوط الانتاج كلياتها، خط انتاج البيف، خط انتاج التشيكن ناجت، خط انتاج السلايس برودكت زي التيركي سلايسز والتشيكن باتي. وأهلا وسهلا فيكم.